اوكي مرحبا. هذا الدرس الاول بدروس اوبن سي في. كمقدمة عن اوبن سي في، نحن الاوبن سي في معناها هي كلمتين، هي اوبن وسي وفي. اوكي، بمعنى انه عندي اوبن هي مفتوح، يعني مفتوح المصدر، بس الكود فيك تشوف كيف مكتوب. سي في معناها كمبيوتر فيجن، يعني انه نعتبر الكمبيوتر كانه صار بشر وراح بيقدر يتطلع ويقرا اي شيء بيمر عليه. كيف الفيجن هي الرؤيه يعني. طيب هذا الدرس بس مجرد هو عباره عن تنصيب الادوات المطلوبه، اوكي، عشان نقدر نشغل اوبن سي في ومكتبات اوبن سي في، لانه اوبن سي في مجرد مكتبات منها برنامج، اوكي، فيها عباره عن مدوال معينه بتقدر وفانكشنز معينين بيساعدوني اني استعمل اوبن سي في. طيب باي البرامج هلا من حيث المبدا، انا هون راح استعمل بس نظام ديبيان جنو لينكس، اوكي، اللي او اوبانتو بنفس الفكره، بس ما راح استعمل غيره. اللي بده اي نظام تاني هو يشوف كيف يدبر حاله باقي الانظمه. اوكي، هلا مبدئيا قبل ما نحكي، اول شيء بدي اوبن سي في، فبفتح بالسينابتك او بكتب باب جت. كويس، مو في شغلات كثير بتعلق في كيف استعمال دبليو، هذا انا ما راح احكي فيه كمان، انتم لازم تكونوا بتعرفوا كل هذا الحكي، ولازم تعرف سي بلس بلس كمان. اذا ما بتعرف سي بلس بلس كمان، انا مش جاي اشرح سي بلس بلس، انا جاي اشرح بس مكتبه اوبن سي في من خلال سي بلس بلس، فكونوا واضحين من الاول هذا. اوكي، اوبن سي في، تمام. بتطلع عندي هيدي المكتبه اسمها lib open cv داش ديف، شايف مكتوب عليها انه متى باكج، يعني هيدي بتسحب لي كل شيء ورا منها بتعلق بالاوبن سي في. اذا شفت الديبندنسيز هون تلاقوا كل شيء بتعلق باوبن سي في بينزل مع سي بلس بلس. اوكي، بالاضافه كمان عشان اذا مش منزل السي بلس بلس عندك، نزل عندك دور على هاي الحزمه بيلد اسينشال. اوكي، هيدي الحزمه، اوكي، بروبرتيز، اذا شفنا البروبرتيز تبعها، اوكي، بسحب لي كل شيء علاقه بتعمير البرامج من خلال لغه سي بلس بلس. اوكي، هذه اول شغله. الشغله الثانيه، بدنا نحن محرر. هلا اي محرر بيمشي معك الحال، بس بتصير شوي ثقيله انك بدك تستعمل سطر الاوامر. اوكي، فلذلك نحن فضلنا هالمره نستعمل محرر اسمه او اي دي اي اسمه كود بلوكس. كود بلوكس بتلاقي هذا هو، اوكي، شايفينه تمامكم، هذا شويه كود اوبن سي في عم نجرب فيه. العنوان هو كما يلي، بتفوت على codeblocks.org وبتفوت على صفحة الداونلودز. اوكي، هلا صفحة الداونلودز يعني بمباشرة فيك تفوت على 26 بتفتح بالواد الراهن، بس المهم انه بتفوت هون، بتفوت على داونلود باينري ريليس، بتاخدك على هاي الصفحة. اوكي، وهاي حسب انت هون على اساس عم نحكي عن لينكس، فاذا دبيان، فاذا بتطلع معي هاي، اوكي، في ستيبل وفي تيستنج للاي لل 32 بت، اوكي، وفي ال 64 بت تحت. اوكي، هدول ملفات تار دوت اكزات، يعني هدول مضغوطين، تمام. او اذا بدك طريقه الاب جت العاديه اللي هي من خلال ريبوزيتوريز، اللي هي انا بفضلها، اوكي، هيك بتريح راسك من كل التفاصيل الزياده. هو حاطين هون في عندك دبيان ريبوزيتوري، وبتفوت عليها على جنب، افتحوها بصفحه على جنب بلسان جديد، ونزل عندك حسب انت شو بدك، عندك ويزي او ستيبل. اوكي، هي نفس الفكره هدول، او في عندك مثلا للتستنج، في عندنا حاليا احنا بجسي وتستنج. اوكي، يعني هي الاصدار التستنج تبعي الدبيان، اوكي، اختباريه، هي جسي اسمها، والمستقره ويزي. انا حاليا ماشي على الويزي، يعني ما عندي مشكله، بركب هدول وبحطهم بالسينابتك. اوكي، بالسيتنجز، بالريبوزيتوريز، اوكي، هذا سوفت وير، بعمل اد، بزيد هذا السطور، اوكي، وبعمل كمان بعد هيك، يعني مش هعلمكم كل شيء بالسينابتك، بس باختصار انه بتعمل ريلود، دور على كود بلوكس وبلش نزل فيه. اوكي، هاي، اوكي، وبعدين بتقول له رايت كليك على الطريقة وتقول له مارك فور انستليشن، لانه نازله بالاخضر، مشان هيك مش بحاجه لشيء. فانا هون جاهز، تمام. هلا بعد هذا الحكي بكون احنا حضرنا كل شيء اسمه
اوبن سي في، بنعمل اول مشروع، اوكي نقول نيو بروجكت، اوكي، وراح ننقي المشاريع من هون. احنا راح نبلش بامتي بروجكت، هلا راح اوقف هون، بلش بفيديو جديد نكون مرتبين وضعنا افضل. اوكي، شكرا، لا تنسى تكمل معنا في الحلقة اللي بعدها.